فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا وضعت لاصقا صغيرا على جرح فهل يجوز لي أن أمسح عليه؟ نعم، اللاصق مثل اللصوق الشاش أو غيره، العبرة بما يستر الجرح يغطيه، إذا كان اللاصق يستر الجرح ويغطيه تمسح عليه. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.